أستاذ، جريدة فرنسية جون أفريك جاءت بخبر أن هناك تعديل حكومي مرتقب ديال وزيرين. الوزير الأول هو عبد اللطيف وهبي اللي هو في نفس الوقت أمين العام ديال حزب الأصالة والمعاصرة، ثم المراوي. في هذه الظرفية هذه، واش فعلا حكومة هذه جات هي 9 شهور، هل يمكن أن يقع تعديل حكومي؟ التعديل الحكومي هي فكرة واردة منذ تأسيس الحكومة، قد يكون التعديل في الشهر الأول في الأسابيع الأولى، وقد رأينا فعلا في هذه الحكومة، حكومة السيد عزيز أنخنوش، أن كان التعديل في الأسابيع الأولى للحكومة. ولكن اليوم بعد مضي 9 أشهر، أظن يعني في الأعراف الحكومية من 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 من, 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 من لا أقول من أنه من غير الوارد، ولكن أظن أنه من غير الصواب أن يكون هناك تعديل على الأقل في السنة الأولى، في انتظار أن تكون هناك حصيلة يمكن تقييمها على الأقل في السنة ونصف الأولى أو في السنتين الأولتين، يمكن بناء عليها مجموعة من المخرجات ومجموعة من الخلاصات قد تؤدي إلى تعديلات إما دمج وزارات أو استغناء عن عمل وزراء أو تعويضهم بوزراء آخرين. اليوم هذا الخبر هو خبر يحتمل الصدق كما يحتمل الخطأ، وبالتالي مسألة فرضية التعديل هي أيضا واردة وقد تحدث وقد لا تحدث، ولكن أقول بأن إلى حدود الساعة يعني جميع المؤشرات التي أعتقد أنها مؤشرات واقعية وحقيقية قد تفيد أن الحكومة المغربية اليوم هي بعيدة شيئا ما عن هذا التعديل الذي سبق وأن تنبأت به مجلة جون أفريك الفرنسية. إذا ما احتملنا أن هناك سيكون تعديل، بالنسبة لعبد اللطيف وهبي اللي هو أمين حزب كبير، هل ستكون له تأثيرات داخلية حزبية؟ أكيد ستكون له ارتدادات قوية. نحن نعلم بأنه قبل الدخول إلى التحالف الحكومي كانت هناك مجموعة من السجالات والنقاشات الكبيرة حول زعامة الحزب من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن هذا الأمر تم الحسم فيه عبر انتخاب السي وهبي والتزعم هذا الحزب ودخول في هذه التجربة الحكومية الجديدة. اليوم يعني أي رجاء داخل الحكومة ستفرز إعفاء السيد وهبي قد يكون لها ارتدادات قوية داخل الحزب، وقد تدفعه بظهور زعامات جديدة ستحاول أنها أن تقود الحزب خلال المرحلة المقبلة. ونحن نعلم أن اليوم يعني حين تحدثنا على هذا الخبر وعلى هذا التنبؤ الذي تقدمت به جريدة مجلة جون أفريك، يعني هو يخمس شخصيتين ينتمين إلى حزب واحد، وبالتالي قد يفسر في حالة ما إذا تحققت هذه النبوءة، قد يفسر أن التخلي عن وزيرين أحدهما نائب أحدهما أمين عام والآخر عضو في حزب الأصالة والمعاصرة قد يعتبر هو فشل في تدبير تجربة حزب الأصالة والمعاصرة من داخل الحكومة، وقد يؤدي إلى الضغط باتجاه تعويض وبروز زعامة جديدة لقيادة الحزب فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية. حاليا بعد ما استشرنا بعض الزعماء ديال الأحزاب المعارضة والأغلبية أنهم استقبلوا هذا الخبر ديال جون أفريك كان بالنسبة لهم مفاجئ، ويعتبرون على أن لحد الآن لا زالوا يشتغلون. مفاجأة من أين؟ من جاءت من باب أن إلى حدود الساعة كنا ننتظر انقضاء الأزمة وتقييم حصيلة الحكومة في تدبير الأزمة، ثم الخروج بمجموعة من الخلاصات تفيد أنه يجب الاستمرار في العمل بنفس النهج أو تغييره وتغيير مجموعة من الوجوه والحقائب الوزارية. إذن هذا هو المنتظر. أما في وسط الأزمة لم تمضي إلى 9 أشهر تقريبا على بداية العمل الحكومي تحت مظلة السي عزيز أخنوش، ونفاجأ بهذا الخبر يتسرب به، لم تشاطره معظم المنابر المغربية إلى حدود الساعة، فقط من بار جريدة جون أفريك الذي تنبأ بهذا الخبر وتنقلته وسائل الإعلام المغربية. إذن إلى حدود الساعة كما أقول هذه هي فرضية قائمة بذاتها، ولكن أظن أن حدودها في التحقق بالنسبة لي أعتقد أنها حدود ضئيلة جدا. لكن احنا تنعرفوا تقليديا أن التعديل الحكومي في المغرب له طقوس له قواعد، ألا تعتقدون على أنه ربما هذا الخبر لم يحترم هذه الطقوس؟ وله أسباب أيضا. أظن بأن الأسباب التي سوف تدفع بالحكومة إلى تعديل الحكومي هي لم تنضج بعد إلى حدود الساعة، خاصة بخصوص حقيبتين، حقيبة العدل التي أظن أنها لم تثير نقاشا أو لغطا كبيرا على المستوى السياسي ومستوى التدبير الحكومي إلى حدود الساعة، وكذلك حقيبة التعليم العالي، بالرغم أن التعليم العالي الآن، ولماذا التعليم العالي؟ مؤخرا كان موضوع جدل كبير بخصوص أن هناك نظام الأساسي للأساتذة في طور الصياغة، هناك تهديدات بالإضرابات من داخل الجامعة، هناك أزمة في بين النقابات وبين السيد المراوي، ولكن لا أظن أن هذه الأزمة قد ترقى إلى حدود إعفاء الوزير من ممارسة مهمه، إلى حدود الساعة هذا الملف هو موضوع نقاش وموضوع سجال بين النقابات وبين السيد المراوي، وأظن أن عما قريب سوف يفرجون عن حلول
لهذا الملف. إذن إلى حدود الساعة أظن أن الأسباب قد نضجت للقول بأنه يجب أن يكون هناك تعديل حكومي خاصة بالنسبة لحقيبة العدل وكذلك حقيبة التعليم العالي. إذن الدخول السياسي المقبل ألا تعتقدون أنه سيكون ساخن؟ أكيد سيكون ساخن، يعني بوادر ابتداء من هذا الصيف يعني نتحدث عن تعديل ونتحدث على أن 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 كيف ستستقبل الحكومة السنة المالية المقبلة والسنة الاقتصادية المقبلة. هناك قانون مالية في طور الإعداد، هناك نقاش برلماني سيكون حاد بخصوص تدبير الأزمة وبخصوص ماذا أعدت الحكومة للسنة المقبلة في ظل مجموعة من الفرضيات التي تنبئ على أنه سيكون هناك ركود اقتصادي، ستكون هناك مجموعة من الصعوبات. إذن الحكومة المقبلة أمامها أسئلة صعبة يجب الإجابة عليها السنة المقبلة بكل واقعية.